مع ارتفاع درجات الحرارة ترتفع معها وتيرة المفاجآت والمرح في دبي التي تسعى إلى جعل الإمارة ملاذا هاما للباحثين عن المرح والرفاهية. فها هي دبي تغطي زوارها بمظلة من المفاجآت والمرح ابتداء من اليوم مع انطلاق مفاجآت صيف دبي والتي احتضنها أكبر مركز تسوق في العالم دبي مول. فقبل ساعة معدودة عايش زوار دانة الدنيا لحظات من المتعة لكل أفراد العائلة في احتفالية بهيجة امتدت لأكثر من نصف ساعة. الدورة 14 من الحدث اختار القائمون عليها عنوان صيف دبي لا ينسى، وعدوا عدتهم لجملة من المفاجآت والفعاليات المتنوعة على مدى 40 يوما سيحظى خلالها الكبير والصغير بحزمة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والجوائز القيمة والعروض الترويجية. صيف دبي هاي السنة قسمنا إلى يمكن 4 فعاليات رئيسية، بدءا من مفاجآت صيف دبي لمدة 40 يوم بدءا من اليوم وحتى 31 يوليو. بعد ذلك سيأتي رمضان في دبي لمدة شهر خلال الشهر الكريم، ورح نختتم الفعاليات بالعيد في دبي 3 أيام عيد الفطر السعيد. طبعا عالم منتش كفعالية ترفيهية عائلية بدأت من يومين. الحدث الصيفي الأضخم في المنطقة يتضمن فرصا واعدة لزواره من المقيمين والأجانب للفوز بجوائز متنوعة في إطار أجواء من البهجة تجعل التسوق فعلا ممتعا خارج نطاق المألوف خلال فترة الصيف. ويتوقع مراقبون أن تشهد مبيعات التجزئة ارتفاعا قويا نظرا للإقبال المتزايد من الزوار هذا الموسم على دبي وفقا لنسب الإشغال وحجوزات الفنادق. دائما نقول نحن ضيوفنا وزوارنا لصيف دبي من دول مجلس التعاون الخليجي بالدرجة الأولى، بعد ذلك بعض الدول العربية ما في شك. طبعا احنا قمنا بجولة ترويجية في دول مجلس التعاون الخليجي وعقدنا مؤتمرات صحفية لإطلاع الزوار هناك على ما عدت دبي لهم خلال الصيف، ونتوقع إن شاء الله أن يكون في إقبال متزايد من هذه الدول إلى دولة الإمارات وإلى دبي في الصيف. علامة فارقة لكل زوار دبي استطاع حدث مفاجآت صيف دبي أن يرسمها على وجوه كل أفراد العائلة طوال أكثر من عقد من الزمان، وتسعى الفعالية لأن تحافظ على خصوصيتها المتجددة في كل عام وأن تكون الأكبر في المنطقة في كل فصل صيفي.